exercise number 3 عم بقول لي بالدوكيمنت 4 هذا الرسمة it's a lamp represents a desk lamp of variable brightness that is adjusted according to the choice of the user using a rheostat. يعني أنا في بقلب شيء اسمه rheostat, هذا الrheostat بغير فيه resistance اللي له بتغير عندي الضوء, وهذا الشيء بدنا نبرهنه بهذا الاكسرسايز. The circuit of this lamp contain a bulb L of indication, أهم شيء الindication, a resistor of resistance R مع الresistance, a rheostat RH and a fuse that bears the indication 20 ملي أمبير. مكتوب على الفيوز, الفيوز شغلته هو يحمي لي المكنات. هيدا الفيوز بيجي عبارة عن 2 parts يمين وشمال, هن بيجوا like a metal, وفي بيناتهم كمان metallic like a strip بقلبه. هلا إذا بقدر حط صورة بحط صورة بفرج عليه. هيدا strip إذا أعطيته أكتر من الإنديكيشن المكتوب عليه, يعني مكتوب عليه 20 ملي أمبير, إذا قطع بقلبه أكتر من 20 ملي أمبير بينكسر هيدا الميتاليك ستريب وبيبطل يقطع كهرباء من بارت للتاني. سو بتعلق الكهرباء بهيدا بالدوكيمنت 5 مثل ما عم شوف عندي, بتبطل تقطع الكهرباء من هيدا السايد لهيدا السايد. سو بتنقطع الكهرباء على السيركوت كلياتها. يعني إذا عندي لامب بدي أحميها بحط لها فيوز كرمال إذا علي العالية الانتنسيتي علي الكرنت بقلبها للسيركوت هو بياخد يعني بيضحي بحاله أحسن ما تحترق اللامب. The elements are connected in series with a dry cell of voltage UPN 12 volt as shown in document 5. فإذا أنا عندي 12 volt UPN, عندي fuse, عندي AB هي lamp, وعندي BC هي resistor, والC D هي rheostat. عم بقول لي what is the significance of the indications of the lamp. وهذا سؤال كتير بينطرح بالامتحان الرسمي, اللي هو 3.3 volt واللي هو 66 ملي وات. ملي وات أو وات نفس الشيء. المهم إنه أعرف لما يكون في عندي شيء اليونت اللي له وات, يعني هو وات ملي وات كيلو وات أو أي شيء هو عبارة عن الباور. هذا منسميه rated power. أي قطعة كهربائية to function normally بيجي عليها indication. هو الindication أنا بقراهن لحتى أعرف بعطيها أكتر أو أقل لأعرف كيف بديها تشتغل عندي. هذه التول اللي جايبها مثل اللامب مكتوب عليها 66 ملي وات, يعني هي الباور rated power بدها إياها to function normally هي 66. نفس الحكي للفولتج, بنقول هيدي rated voltage needed for the lamp to function normally. Question number 2, 1.2. Determine the intensity of the electric current flowing through the lamp in normal functioning. نرجع طلب مني بده بالnormal functioning. شو طلب مني؟ طلب مني جيب ال I. I equal P over U. منين جبت هيدي الفورمولا؟ من P equal U times I. بكل الحالات إذا بدي أجيب الـ I الـ P بتبقى فوق بتنزل الـ U لتحتها بصير عندي هذا الشكل. اللي ما بيعرف يستعملها لهيدي الطريقة في بيقدر يعمل تريانجل ومنستبدل الـ P فوق. ليه حطيتها فوق؟ لأنه U times I يعني هن قاعدين حد بعض. هلا إذا بدي الـ I بقسم الـ P على U, إذا بدي الـ U بقسم الـ P على I. So I equal P over U اللي هي 66 ملي وات. 66 ملي وات ما في استعملها بهذا الشكل لأنه ما بتطلع معي بالأمبير. بدي حولها من 66 ملي وات للوات, يعني بدي أقسمها على 1000. بعمل 66 قسمي 1000 0.066 وات. هلا صار في استعملها 0.066 وات over 3.3 فولت. إذا استعملت 66 بدي انتبه إنه اليونت بتبطل أمبير. 0.066 divided by 3.3 بيطلع عندي 0.02 أمبير. (1.3) Calculate the voltage UBC across the resistor. فإذا بدي طلع الـ UBC across the resistor. أنا مثل ما بعرف إنه عندي إياهن
هن محطوطين in series. لما بكونوا in series سو I equal law of uniqueness of current. عندي I للAB equal I للBC equal I اللي عم تقطع بالريوستات. هون نحن عم نعتبر انه اللامب function normally, سو انا مضطر بدي استعمل I اللي موجودة بقلب السيركوت. يعني بيطلع عندي U equal RI اللي هو Ohm's law. بيقول لي لا أقدر جيب اليو يو بي سي هي عبارة عن الريزستر قدي أعطان الانديكيشن قدي هي الريزستر هي 100. بكتبها فوق الرسمة اللي تبقى 100 أوم. سو 100 ضرب 0.02 بيطلع عندي 2 فولت. 100 times 0.02 equal UBC 2 volt. 1.4 show that the voltage across the rheostat is UCD, بتطلع معي 6.7 volt. بهالحالة هن branched in series. مثل ما قلنا لما بكونوا branched in series بكون عندي law of addition of voltage. يعني بعمل U للPN chain rule equal U للفيوز إذا بدنا نحطها وهي بعدين later on بتكون 0 plus UAB plus UBC plus UCD. أنا بعرف إنه الفيوز ما بيسحب كهرباء ما بيستخدم لي الكهرباء اللي عم تقطع فيه, so هو 0. UPN اتفقنا هي عبارة عن 12 فولت equal UAB جبناها من شوي طلعت عندي أو هذه كانت الانديكيشن 3.3 plus UBC يعني U للريزستر اللي هي 2 فولت حليتها من شوي زائد UCD. بهالحالة بعمل 12 minus sum لهول اتنين اللي هن 3.3 plus 2 فولت. أحسن ما نحط بقلب الإكويشن اللي أنا عم كون عم بحسبون اليونت, بحطها بس بالآخر. 5-5.5 equal UCD و 12-5.5 تطلع عندي 6.7 volt equal UCD. سؤال الأخير بيقول the resistance of rheostat is decreased, what happens to the brightness of the lamp? لما أنا بدي خفف الريزيستنس للريوستات, so الريوستات كان عنده ريزيستنس معين, كان عنده ريزيستنس معين, هذا الريزيستنس أنا بدي خففه. لما بخفف الريزيستنس يعني أنا الفولتج عندي بقلب هيدي السيركوت بدي يخف. لما بخف الفولتج بقلب السيركوت فإذا نحن بحسب التشين رول الكمية اللي خفت عند اليو سي دي بده ياخدوها باقي اللامبس. طب أنا لما بتخف عندي وصار الفولتج بده يصير أكتر عند اللامب والريزستر, فإذا بهيدي الحالة شو بده يصير بالريزستنس لللامب؟ بده يصير في عندي البرايتنس بدها تزيد. فإذا برايتنس should increase if the resistance of the rheostat decreases. Exercise number 4. عم بيقول لي the aim of this exercise is to determine the role of the charger of a smartphone. Document 6 عم بيقول لي represent the charger of a smartphone and its information plate. عندي هذا charger لتليفون عادي عنده شيء مكتوب عليه input وعليه information 250 volt 50 hertz 120 ملي أمبير, وعندي output 5 volt 700 ملي أمبير. في عندي form معين كتير مهم حد كل وحدة. هون عندي straight line وهذا straight line بيعني شيء, وعندي هون شكل مثل alternating sinusoidal موجود حده. أول سؤال indicate referring to document 6 the type of the input voltage and that of the output voltage اللي هن
اي وحده شو بتكون الانبوت وشو بتكون الاوتبوت. بالنسبه للانبوت 220 50 هرتز وعندي هذا شكل الالترنيتنج. سو الانبوت هو اي سي فولتج، بينما الاوتبوت طالما عم بيكون عنده ستريت لاين يعني كونستانت و5 فولت كميه كتير قليله، نحن بنعتبر انه هذا دي سي. بالمنطق العام انا عندي اكيد اي سي، بناخذ نحن من الكهرباء من برا اكيد اي سي وبحولها لحتى تصير دي سي، لانه ما بقدر اعطي التليفون لإلي اكثر من 5 فولت لانه بيحترق. Specify of this charger can be branched directly to the mains in Lebanon. لا اعرف اذا هو can be charged directly to the main in Lebanon. بدي انتبه لشغله اللي هن الانبوت قد ايه وقد ايه الفريكوانسي، لانه انا عندي اياهم هولي حفظ لهذه السنه. اليو افكتيف عندنا بلبنان 220 فولت والفريكوانسي هي 50 هرتز، والانديكيشن هون بدلوا على سيم انديكيشن اللي كنا عم نحكي عنهم. سو اكيد هيدا نقدر نحطه نحنا can be branched directly to the mains in Lebanon because U effective is U to 220 volt which is equal to the U effective in Lebanon and the same frequency as Lebanon 50 hertz. سؤال ثلاثة عم بيقول لك calculate the maximum value and the period of the input، وعطاني قال لي take radical 2 equal 1.4. فاذا انا عندي هون عندي رسمتين، عندي بهيدي الجراف عندي رسمتين. بالوقت الحالي هو حيسالني عنها بعد شوي، اي وحده اللي هي الانبوت واي وحده اللي هي الاوتبوت. فاذا لاقدر طلع اليو ماكس بدي استعمل قاعده بتقول يو ماكس ايكوال، نحن بنعرف انه يو افكتيف U max equal U effective times radical 2. U max equal U effective 220 times radical 2 هو طلب مني اخذها انا 1.4. اذا بيطلع عندي الجواب .308، فاذا 308 فولت بتكون اليو ماكسيمال. فاذا عم بيقول لي document 7 represent the displayed voltage on the screen of an oscilloscope that is connected in order to measure the output and the input voltage of the charger. عم بيقول لي indicate the graph 1 و 2 أي هن الـ input وأي هو الـ output. فإذا الـ 1 هي الـ input لأنه هي عم بتكون alternating so it's AC voltage alternating واسمها alternating sinusoidal، بينما الـ 2 هي الـ output لأنه constant وبتكون straight line. فإذا 2 هي الاوتبوت. عم بيقول لي calculate the vertical and horizontal sensitivities used to visualize the input voltage. لا اقدر حل ال SH وال SV اللي لي، بدي اقدر جيب ال X اللي هي 3 consecutive points، بدي جيب ال X، بدي اقدر جيب ال Y اللي هي اعلى نقطة على الجراف. عندي قاعدتين، القاعدتين بيقولوا U maximum equal SV times Y، يعني ال SV is equal U max over Y. انا بعرف كتير منيح انه ال Y هي عبارة عن، اقدر عدها مزبوط، نشيل ال arrow 1 2 3 4، so 4 division، واليو ماكس هي 308 اوريدي جبناها. فاذا 308 قسمي 4 77 فولت بير ديفيجن.
بالنسبة لل SH قاعدة بتقول T equal SH times X SH equal T over X. T لا أقدر أني جيبه بده يكون عندي الفريكونسي. قاعدة الفريكونسي بتقول F equal 1 over T, يعني T equal 1 over frequency, والفريكونسي هي 50, يعني 1 over 50 بيطلع عندي 1 divided by 50 بيطلع عندي 0.02 second. فإذا 0.02 divided by x. ال x اتفقنا هي عبارة عن, طلع على الجراف, هي عبارة عن سكوير 2 3 4 5. فإذا 5 0.02 divided by 5 بيطلع عندي الجواب هو 0.02 divided by 5 0.004 second per division. بكل بساطة بدي حولها ملي سكند بضربها بألف بيصير في عندي نقصت صفر 0.004 times ألف بتطلع عندي, يعني هي عبارة عن 4 ملي سكند per division.